اهلا بكم في فيديو جديد وست اب جديد وعام جديد. عايز اقولك ان الفيديو ده مفيش بقى لا مراجعه ولا اي حاجه، الواحد ياخد ريست وراحه، لان فعلا بقى لي 10 ايام كان تعب وضغط رهيب بعمل فيديوهات، كنت مزنوق في الزاويه دي عشان ما اوريكوش الجزء اللي شغال فيه، فكنت شغال بعمل فيديوهات وفي نفس الوقت بجهز للست اب اللي انا فيه حاليا. فالموضوع كان صعب جدا، كان في اضاءه دراماتيكيه سينمائيه اللي انا عامل المحاكاه بتاعتها ديت كانت تعمل في حدود 3000 جنيه، بس انا طبعا عملتها بصنع ايدي زي ما بيقولوا يعني، او حبيت ان انا اعمل حاجه في المتناول. برضو قول لي ايه رايك، الاضاءه كده كويسه؟ بس انا شايف الحمد لله وصلت الاضاءه دراماتيكيه يعني كمحاكاه اللي انا عايزها، فانا راضي عن المستوى اللي انا فيه دلوقتي. وبرضو هسيب لك فوت او تصويت في المنتدى بالست اب الجديد وبالاضاءه، قول لي رايك هل كده مريحه للعين كمشاهد ولا لا. خلينا بقى نتكلم على السيت اب ونشوف كلفنا كام، ونشوف لو انت لسه فاتح قناه على اليوتيوب الدنيا فيها ايه وتقدر تعمل سيت اب ازاي. ولكن استنى يا جدعان، ايه يا جدعان في ايه يا جماعه؟ يا جماعه مفيش ايه يا جماعه؟ مش واخدين بالكم؟ حسين برو مفيش مبروك ولا ايه للتيشيرت الجديد بقى؟ زعلونا منكم كده يا جماعه. عاوز اقول لك ان التيشيرت ده عملت اكتر من تصميم، منهم تصميم هتلاقيه فوق في البانر، يطلع كده فوق هتلاقيه في البانر بتاع اليوتيوب ده، برضو تصميم انا عامله عجبني فعملته. التصميم التاني دوت لقيته هوب اتسرق وراح على الواتس، ومن الواتس راح لمطبعه واتطبع على التيشيرت، والتيشيرت جالي في شنطه جميله ولذيذه وجالي هديه. فعايز اقول لك احلى تحيه للي جاب لي الهديه، افاره صح؟ لا لا بجد والله، عايز اقول لك ان زوجتي ربنا يبارك لي فيها هي اللي جابت لي التيشيرت دوت وفاجئتني بيه. كفايه كلام بقى على التيشيرت وخلينا نتكلم في السيت اب بتاعنا. اول حاجه نتكلم مثلا على الترابيزه. الترابيزه دي انا رحت المكان بيصنع ترابيزات وطلبت منه الدايميشن او الابعاد اللي انا عايزها والمقاسات اللي انا عايزها على حسب مكان اللي عندي، وعمل لي التصميم اللي انا عايزه بالمقاسات اللي عايزها وخدتها واديت الفلوس. ما كلفنيش كتير، مش لازم اجيب حاجه من ايكيا، ايكيا انت عارف حاجتها غاليه. كذلك برضو جبت ماوس جيمنج كده بيدي الوان، بص بيغير لونه، بيدي الوان حماسيه، بيديني حماس كده وانا شغال في المونتاج، بالرغم ان انا عندي اصلا اوريجينال اصلي ماوس اتش بي اصلي، ولكن ده جبته حسيت ان عجبني. كذلك عندك هنا مثلا المج دوت، ده عامل 75 جنيه او 100 جنيه مثلا، برواز دوت عامل حوالي 60 جنيه، زائد ان انا اللي محدد له الاطار ده عشان يديله منظر وشكل جمالي. خلينا ننتقل على الجزء الثاني، وهنا بلاقي مثلا برج ايفل ده واشتريته انا، شكله لطيف كده وجميل ويعني مش غالي قوي في المتناول، اشتريته كان عامل حوالي 40 جنيه تقريبا. جبت الزهريه ديت بتعمل في حدود 50 او 60 جنيه. سماعات البيتس اللي عملت لها مراجعه، البلدوره ديت بالاضاءه. عايز اقول لك انك لو شغلت دماغك مش هتكلف نفسك حاجه في السيت اب. انا مش عايز اقول لك البلدوره دي اصلا كانت ايه قبل ما اجيبها وتشوفها المنظر الجميل ده. خلينا نتكلم على البرواز ده. البرواز ده تديله كام مثلا كده؟ جايبه منين؟ من انهي براند مثلا؟ والله العظيم ناس كتير كانت فاكره ان انا جايبه من براند فعلا. عايز اقول لك البرواز دوت هتصدق مكلفني كام؟ مش هتصدق، بس هقول لك مكلفني كام. البرواز ده مكلفني 15 جنيه بالظبط. اقول لك ازاي. عندك انت اللي تحت دي اللي جوه دي ابلكاش عاديه، رحت جبت ابلكاشه من عند واحد حته فضله جبتها من عنده ب 10 جنيه. اللزقه اللي بره ديت او الشكل الجمالي الشكل الهندسي اللي بره دوت، انا رحت اشتريت من عند واحد كان بيبيع اشكال كده اللي هي بتتلزق المتر ب5 جنيه، لقيت الشكل ده عجبني جدا فاشتريت الشكل ده وجبته ولزقته واديته اطار بالاسود عشان يدي يعني تحديده ليه كده ويرسمه، بس شريط ليد تحت بيعكس الضوء من تحت، فالموضوع سهل جدا. بي سي جبت بي سي هنا، والبي سي ده لما منتش عليها هعمل لك فيديو خاص بيه عشان نتكلم على امكانياته. وقبل ما انسى صاحب، بمناسبه امكانياته والمونتاج، انا ان شاء الله في سلسله جديده تعمل في القناه هتكلم فيها عن المونتاج، سواء بالكمبيوتر سواء بقى بريمير سوني فيجاس فيلمورا اي برنامج من برامج المونتاج، او لو حتى بالتليفون انت ما عندكش اصلا كمبيوتر تقدر تشتغل بالتليفون مثلا باور دايركتور كين ماستر. انا لحد ال 15000 او ال 14000 كنت شغال بالكين ماستر باور دايركتور. ومعلومه ليك، الجوده اللي انت بتشوفها ديت خارجه من تليفون سامسونج جالاكسي اي 20، ولكن الاضاءه وتشغيل الدماغ بيخلي الدنيا تختلف بشكل كبير. اقول لك على حاجه، الاضاءه اللي عندي انا مش عايز اوريها لك دلوقتي، دي برضو خلي لها حلقه خاصه بيها. الاضاءه اللي عندي انا كنت عايز اجيب اضاءه لقيتها مكلفه في حدود 2500 او 3000 جنيه، الموضوع كان مكلف جدا جدا، خصوصا برضو ان الواحد لسه في البدايه واليوتيوب ما بيجيبش يعني الدخل اللي هو فاهم زي ما انت فاكر يعني ابدا يعني. كل اللي خدتهم والله مرتين، شوف انا بقى لي سنه ونص ما خدتش غير مرتين، المفروض الشهر ده يبعته ما كملتش التارجت اللي هو المفروض اتبعت يعني. فانا طبعا شغلت دماغي بالحاجه الموجوده، اضاءه كده ما كلفتنيش 200 جنيه على بعض،
ومدياني اللوك السينمائي اللي انت شايفه ده، قول لي رايك كويس ولا لا. وده كان السيت اب الجديد حبيت اخد رايكم فيه. كنت عايز اعمل الفيديو دوت انزله على بعد ال 20000 عشان اشكر فيه ال 20000 بالمره، ولكن قلت بقى يجي على اول السنه فبالمره بقى ايه انزله في اول السنه. ولكن انا بشكر كل واحد ضغط على زر السبسكرايب وشاف ان هو فعلا هيستفاد، وانا مبسوط جدا يعني، وبحمد ربنا ان انا بقدر اقدم حاجه افيد بيها الناس. انا لو عايز اوصل من زمان كنت ايه فن الهبد اللي من عبد زي ما بيقولوا، كنت هبت في اي حاجه كنت وصلت يا باشا وجبت ارباح وبص رقصت بالفلوس رقص. ولكن الواحد عايز يعمل حاجه تفيد الناس، والحمد لله ان انا حتى الان في ناس بتستفيد من محتوايا، والحمد لله انا راضي جدا عن ادائي. وان شاء الله بامر الله مع بعض المليون مشترك، لو تفتكر من اول 1000 مشترك وانا عيني على مليون، بامر الله ده حلم وهنوصل. لذلك يا صاحبي لو دي اول زار ليك والفيديو عجبك او استفدت من القناه عموما، تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل اعجاب، الاعجاب مهم جدا بيساعد في انتشار الفيديو. بس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدت منه ولا 1% حتى استفاد منكم. ولو الفيديو عجبك ده زر ليك اشترك في القناه وفعل الجرس واعمل اعجاب عشان تشوف كل جديد. وكالعاده يا شباب نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.